فكما هو المعلوم مدينة برشيد تقريبا هذه سنة تشهد انقطاعات متتالية في الماء الصالح للشرب، وهذه الانقطاعات أولا كان السبب ديالها راجع إلى سنوات ديال الجفاف أولا، ثم كذلك كما كنعرفوا أن لطالما مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية في مدينة برشيد سبق أن نبهت إلى خطورة ظاهرة استنزاف الفرشات المائية من طرف عديد من المزارعين والفلاحين في المدينة، لكن الجهات المعنية يعني ما تفاعلتش مع النداءات المتكررة، وهو ما انعكس سلبا على هذه الظاهرة. حاليا تقريبا سنة انقطاعات متتالية ديال الماء الصالح للشرب، وهذا خلى واحد السياء تام في صفوف الساكنة، خاصة أن ما كاينش واحد الإشعارات متتالية اللي كتخبر الساكنة بالوقت ديال الانقطاعات، وهو ما أثر سلبا على الساكنة. هذا من جهة، من جهة أخرى المياه ديال مدينة برشيد تغير المذاق ديالها، يعني كاين واحد الملوحه في المياه ما خلى الساكنه الان كنشوفوا انها ولات كتشري المياه على مستوى مدينه برشيد، وكذلك كنشوفوا مجموعه من المساجد انها ولات كتباع المياه اللي كنجهلوا المصدر ديالها من كتجي هذه المياه، وبالتالي اننا اصبحنا امام هذه الظاهره اللي ظاهره خطيره خاصه اللي ولات كتشهدها اقليم برشيد. وحنا كنسمعوا بان السد ديال الدورات ولا السد المسيره المحيط في اقليم برشيد انه كيعرف واحد الخصاص نتيجه سنوات ديال الجفاف، وهذا له تاثير، ولكن المشكل الكبير هو ان علاش مدينه برشيد بوحدها اللي كتعرف هذه الانقطاعات المتتاليه في المياه ديال الشرب، في حين ان مدن المجاوره مثلا ما كتشهدش هذه الانقطاعات. الحل اللي كيبان اولا خاص الجهات المعنيه هي اللي غتقلب على الحل، ان المواطن كيخلص الفاتوره ديالو رغم ان الفاتوره شويه مولات مرتفعه بالرغم من الانقطاعات، وبالتالي حتى الساكنه راه واعيه بحجم ديال النقص ديال المياه، وانها كتحاول هي تحاول يعني ما يكونش واحد التبذير ديال هذه المياه، وبالتالي هذا موضوع ديال الساعه اللي خاص جميع الجهات انها تكتل باش نحافظوا على هذه الثروه المائيه اللي حنا محتاجين ليها. الرساله اللي غنمكن نوجهها للمسؤولين هو اننا حنا في حاجه ماسه الى تكاتف الجهود ديال جميع الجهات باش الساكنه تبقى تستافد من المياه ديال في 24 ساعه على 24 ساعه، واننا نحاولوا نعرفوا علاش المياه تغير الطعم ديالها والمذاق ديالها. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.